المعلم المستشار مرتضى منصور حبيت توجه له رساله تقول له ايه؟ اقول له ما عندوش اي ذنب ولا عنده اي حاجه. بس ما فيش اي مدرب ولا اي حاجه. اتكلم من امبارح على سوء بينه. هو هي فات البينه. هو بيتكلم على سوء ان هو بقى واحد بعت. ثواني يا جماعه، طيب احنا بنتكلم مع الراجل بعد اذنك. هو بعت الفيديو على اساس ان واحد بعت له فيديو وما يعرفش. فاللي احنا اللي عايزين نعرفه ان اللي بعت الفيديو مين. انت كده دلوقتي طبعا مفيش، يعني انت عايز تتكلم ان معالي المستشار ملوش علاقه ان حد بعت له الفيديو من الفيوم او صوره حضرتك. حضرتك يا فندم. يعني انت مثلا لو انت مثلا واحد بعت لك حاجه وانت تشير على الناس كلها من غير ما هو الغرض من ظهور الصوره ما يعرف، ومن غير دليل. ما هو الغرض من ظهور الصوره ان معالي المستشار كان عايز يوضح حاجه او يبين ان في شخص. مفيش دليل، انت مش الدليل عشان توضح الصوره وتصوره الناس. انت كنت تتمنى ان يحصل تواصل معاك. يعني يعتبر صوت المستشار برضو يعني بعد اذن حضرتك، يعني راجل دولي، وبعد اذن حضرتك هو اخر راجل دولي، والمفروض ما كانش عامل الوضع ده. بس حاسس هنرجع لكم هنتكلم معاكم. الموضوع واضح اثره النفسي على حضرتك وعلى اسرتك طبعا، وعلى اصحابي وعلى جيراني وعلى كله. بس على جيراني طبعا، وعلى اولادي وعلى حبايبي وعلى قرايبي، ولاد عمي واخواتي واولادي. بس قالوا ان حضرتك حافظ قران. الحمد لله، يعني مش كتير برضه، يعني اللي مش الطريقه اللي هي طيب على قد ما استطيع، بس مش كتير. يعني قول لي، مفيش مره كده مثلا خرجت مع حد من جيرانك او حد هنا بيتكلم قبل يوم ماتش اهلي او زمالك وتوقعت حاجه الماتش؟ لا، هي مش تحلي. لا انا اقصد ايه، في بعض الناس يقول لك انا عندي احساس ان الاهلي هيكسب او الزمالك هيكسب النهارده، كتوقع زي الناس متوقع. افند التوقعات دي علم الغيب ونعم الغيب. لا مفيش الكلام ده كله، توقع غير ان انا اتنبأ. انا اقصد توقعات. مفيش في مره توقعت حاجه. انا ممكن لو انا موجود مش في شغلي ممكن اقعد اتفرج عادي. يعني انت مش مشجع اساسي، انت وقت فراغك. لا وقت فراغي بس، في شغل وقت فراغي بقعد. مفيش خلاص بقى شغل. شغل بس اكتر من كده مفيش. زود حضرتك قالت لك ايه بعد ما شفت؟ انا طبعا والله يروح لحد دلوقتي ما نام. ما نمش حد ولا ولا والله العظيم لحد دلوقتي. احنا صاحيين من الصبح من صلاه الفجر، وجيت قعدت زي ما انت جيت شفت كده وانت صاحي. حاسس ان انت تعرضت لظلم وان انت ايوه نسيت المصايب. مش مستريح، تعبان يعني، نسيت تعبان. قلت لي ان في بنت من بنات حضرتك متزوجه، مظبوط؟ متزوجه ومعاها ولدين. تواصلت متجوزه هنا ولا فين؟ في نفس البلد برضه. في نفس البلد. حصل تواصل طبعا، اكيد جات لك. طبعا حاجه كده. بقى قالت لك ايه طيب؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ايه؟ تعالى طبعا متاثر يا جماعه، نسمع بس بعد اذنكم. متاثر طبعا، هي جوزها ومتاثرين معايا، مغير اولادها وجوزها طبعا. ممكن يكون متاثر معاها. واولاد حضرتك بقى بيشتغلوا ايه؟ عمال يا فندم. عمال شغالين عمال. طب شفت حديثه عن معالي المستشار عن السحر، وان انت عملت سحر لبعض لعيبه الزمالك تعرضهم للاصابات، وسحر لحسين الشحات عشان يحرز الهدف. انت تابعت الفيديو كويس كلام معالي المستشار؟ ايوه سمعت.